بغينا نمشيو لالمانيا نخدموا يا وفينا هي صفناها بغينا نمشيو لالمانيا ونمشيو لالمانيا راه الاولويه المسلم خاصو يحضر راسو من كل جانب اين بلاصه البلاصه اللي تؤدي بها الهلاك باش بغيت بها راسها هذا هذا الناس اللي واش غادي يدخل للجنه ولا المصير شوف شوف حنا الاسلام تنهزو من البلاصه اللي بغينا حنا راه قال لك الويل لمن اقام بين ظهري الكفار تنهزو حنا من البلاصه اللي والهجره والهجره دارت للتبليغ شوف الهجره دارت للتبليغ تيبلغ دابا تيبلغ دارت للتبليغ وانك تكون هارب من الاضطهاد الا كان في بلادك حنا الحمد لله بلادنا ما فيها كاع الخيرات كاينين فيها ما حنا الاسلام ما جايينش باش نبلغوا اصلا جاي باغي نركبوا فوق البلاصه ديال نركبوا فوق الحديده والطوموبيل وتخرج يدك وكذا من هنا وتدي العاقه وتضرب تضرب البورش وتضرب الفيراري فهمتي كيفاش وباغي تخدم وتبان وتضرب حتى الفانكا هذا الشيء علاش جايين حنا راه ما جايينش للتبليغ ولا الفلوس احنا ما تنقولش انا غادي ندير انا نقولها لك وانت نقولها لك جينا على الفلوس لهاد البلاد كنا حاصقين في المغرب جينا هنا درنا جوج فرانكات كاين ولكن اسمح لي الا ما تجيبك هادشي ولكن ما كتقول لي مثلا هذا قال لي بغات دير الناس ولادي اذا لا دخلتي معاهم راه تدخلتي للديانه مثلا علاش ما بقيتي في هاد البلاد غادي ديرها انا ما بغيتش انا ما بغيتش نقول لك الديانه ديالك باش تدخل لك العلم وقتاش ما بقيتي غادي ديرها لا لا خويا ما نديرها واحد النهار ما نديرها ولا ندير غتسمح واحد النهار تهضر على مداحسه تمشي للخويس انا عندي 18 سنة هنا في اسبانيا وما عمري فكرت بغيت ندير كنت عندي شحال شوف انا دير 24 عام في البلاد اتسمع نهار تهضر على مداحسه تمشي للخويس باش تشهد ولا تتحط عليه يدك ولكن شنو السبب اللي وصلني حتى للخويس باش نشهد علاش تكوني عارف انت تشوف عم بحثك صاحبك الدعس تشاهد ولكن هذا الموضوع اللي بقي هذا ربيع عجبا انت اصلا اشد الشبهات وانت عارف من الطريق شتي شهادة اللي بحثت شهادتك انت مسلم انت دابا مسلم غادي تنكر الشهادة انا دايس في الطريق لقاي جوج قدام واش عايش يقول لي اجي تشهد على هادو ولا اصلا بغيت نتخرج راسي بهذاك الشيء شكون اللي ضارب شكرا خويا عصام شكرا خويا عصام انت شتي شكون اللي ضارب عيطت للمخزن انت خصك تعيط للمخزن شتي واحد تكرفص على واحد السيد واحد الصايد تكرفص على واحد ضعيف اه تعيط للمخزن هذه علاش شتو نشهد على شهادة الحق الحق ماشي غادي نشهد على شهادة باطلة وعلاش تشهد على الحق ونهار تدخل المحكمة باش تشهد غادير واش شي حاجه استبعينيه شي حاجه استبعينيه برؤيه العين نشهد عليها انت غادي تشوفي بعينك تكون حاضر انت الزوبيه واه ولكن فين كاين الاستبعاد نهار تمشي للمحكمه لا بلاش خليني نكمل مع السيد نهار تمشي للمحكمه غادي تحلف ليهم بالقسم تاعهم نحلم ليه بالقسم ديالهم باش نشهد على السيد هذا شهادتك انت الشهاده الوحده اللي كاينه الا دقيتي شهادتك مشات لك كاع الشهادات ما تقوليش ما نقسمش ولا ما نحلفش ولا ما نشهدش نقول الحق عيسى ولا حق الصنم هذا شوف هما غادي يقولوا لك اش اللي كاين انا مجرب وعارف اش كاين النهار تمشي غادي تعرف اش كاين واخا كي مشيتي للمحكمه شهدتي كي مشيتي للجنسيه شهدتي بحال بحال ولكن اسمح لي يا صاحبي دابا الموضوع شوف انا المغاربه صحاب المصالح واخا تحطينا حتى هو تقرض امه صلاح مصلحتنا لا اسمح لي اسمح لي ما نصوتش كره ضربنا كبيره دبوك عبو بليتي كتب ماشي كنت انا المصالح يا صاحبي حنا راه شوف احنا عارفين المغاربه ما عارفين بعضياتنا شي قوم خرم ولا شي انا نجاوب خويا الزبير انا نجاوب هادو نيت بجوج اللي قالوا لك بان داك الكتاب شي واحد الشيخ مشى لواحد بن مبروك لا لا ما تبغي بلوكي حتى واحد ما يبغيش بلوك واحد هو عرفتو راه عرفتو لا لا هو ديال البارصه ديال البارصه واه ديال البارصة ديال البارصة شتي لي آية قرآنية دخلتي في واحد الموضوع اللي ما عنده حتى علاقة مع الموضوع اللي كنهضرو فيه حنايا وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلوا نادمين عرفتي المعنى ديال هاد الآية اش كتعني؟ اشرح لي المعنى ديالها وشنو هو السبب؟ علاش نقول لك انا صح عليك شنو انت طلعتي معايا بناء
اللي كوموندا كانوا تكتبوا لتحت، انت كنتي من هذوك الناس كانوا يكتبوا كومونتات خايبين، يعني تتساهم فرامي الناس بالباطل، تراميني بالباطل من غير علم بيا، ما عندك علاقه بيا، ما عندك علم بيا، ما عندك قرابه بيا، ما عندك شي تواصل بيا، وتراميتيني بالباطل تحت، سبيتي لتحت، عطلتي معايا. هذه اول حاجه. ثاني حاجة، الإنسان يتعلم قل خيرا، سمعني وخلي نكمل لك، قل خيرا أو اصمت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساكن مع من؟ مع اليهود، وكان ساكن مع قريش، ياك ساكن مع قريش الذين يعبدون الأصنام، وكان تيقوم التبليغ رغم أنه تضرب رمة البهايم وتسحر وما خلا ما دار فيه، وبقى ثابت على كلمته. الإنسان تعلمه واحد الحاجة، كاين السنة ديالنا ديال الرسول عليه الصلاة والسلام ما خلا حتى شي حاجة فيها، قال فيها كلشي، قال فيها كلشي. حنا خاصنا نتعلمو ناخدو منها الإيجابيات، لأن السنة إلا مشينا عليها نتا تخصو راسك، وأنا كتحت ملي كتخصو راسك وأنا نتخصو راسي، وكل واحد يتحاسب. لانه الله دعا الخلق للخالق، ربي اللي خلقني وربي اللي غيحاسبني. حتى شي واحد في الدنيا ما عنده الدريتشو ولا عنده الصلاحيه انه يحاسب واحد اخر، لان كلنا ناقصين، ناقصين دين، ناقصين دين. لا انت ثابت على دينك، لا انت ثابت على ديني، لا انت كامل في دينك ولا كامل في ديني، انت واحد كامل. حنا ما كنهضروش على الكمال، الكمال لله. هذا الكمال حنا مثلا اسمع ليا انا اللي غلطت معك في نقطه واحده، غلطت معك يعني قلت لك شي كلام قبل ما نطلع معك في اللايف، قلت لك شي كلمه مثلا بحال كان خاصني نوجهك واحد النصيحه. كما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان وسط قريش وكان كيوجه لبابه. برافو، سمح لي انا هذه غلطت فيها. والقضيه الاخرى دابا مثلا تقول لي انت ما توصلليش النصيحه وواحد يدخل سوق راسه. لا ما قالش لك، هو ما قال لكش الله سبحانه وتعالى ما تكونش الهضره ما قلتهاش. لا عاد قال لك اسمع لي يا بلاتي، دابا انت يا قلتي مثلا بحال انايا يعني بحال عارف الاسرار، عارف انت شكون هو يعني وسبيتك. دابا انا مثلا باش شفتك في اللايف انت مثلا راجل ياك، ولكن الحركه باش كتهضر ويعني الطريقه باش كتحرك راه ماشي الصوره ديال الراجل كتعنيها، راه انت صحيح شنو راه الرجوله هي الراجل خاصو يعني ما يتشبهش بشي حاجه اخرى غير الرجوله ديالو، خصو يكون راجل كامل. وانا قلت لك انا ما تهضرش على الشبع، شفت كلمه الشبع هي ما تحملش وما تشبهش. دابا دابا شبك لك هذا التلوى، قلت لك ما عندش العقل في القناه. اش راجل كتلقيه صابع الشعر ودير شي حركات ولا بشي يسوي يتكلم، وكلهم صابغين الشعر اقول لهم جيت كيوزو واش عمرك دابا شتيني غير في تيك توك باش نعلم عليهم. الله يهدينا راه الشباب ديال هذا الوقت، حنا الله يهدينا راه بدوا والشباب باقي شي واحد تبع الشباب، ولكن كاع ما كنهضرش انا ما كنعرفش. اسمع لي اسوبي اقول لك حاجه، خليني نقول لك كلمه لانك صح فاش قلتي الى علاقتيني طالع تفرج فيا وتنقول له وتنقول للشباب كيفاش تصبحوا زوامل، كيفاش تنعسوا، او لازم تعرى، او لازم يمشي عضو البلاستيك وقاسا تلعب به، ولازم نبيح، ولازم شي حاجه اباحيه. عندك الحق فادي، اما انت داخل ديريكت وتتسب لتحت مع العلم اننا كنا احنا والاخوان لتحت تنتناقشوا تنهضروا هضره عاديه وانت سبيتي يعني باقي ما درتش ليش كتبغي. انا ما شنو سبيت لك، شنو قلت لك في الكومنتير، قريتي شنو قلت لك انا؟ والله ما قريت، كذب عليك انا والله ما قريت. كتبت الكومنتير الاول قلت لك شنو؟ اسمح لي، قلت لك اعوذ بالله، قلت لك المتشبهين بالنساء، وقلت لك المتشبهين بقوم لوط. لا دابا غا الناحية هادي إلا شوف راك كلشي باين بلا ما نحتاجو حنا نعاود نقلب زعما الهضرة ما تقولناش كلشي باين. لا مثلا الإنسان كيبقى شوف راه دابا أنت أنا ما تسمع كتهضر معاه
داكشي علاش قلت لك بغض النظر على داكشي اللي فيه، حنا داك العالم كما تيقولوا لا واه العالم لا واه الصبغه ديال الشعار ولا داكشي، انا ما تنشوفش فيه انايا، ما تنشوفش انا داكشي لحقاش انا انا غادي انا غادي انا غادي نختار اشنو باغي نشوف في داك السيد. الا بغيت نشوف فيه الايجابيات غادي نشوفهم، بغيت نشوف فيه السلبيات غادي نشوفهم. يعني انا اللي تنسير راسي، ما نخليش عقلي هو اللي يديني الله حقا حيت صبطو داير بحال موكاك، لا انا شوف انا داكشي اللي ايجابي في داك السيد شنو هو. شتي هذا السيد هذا انت اللي شتي السيد اللي تقول عليه انت بحال موكا، نقدر انا غدا نتحبس ونكون قريب ليه ونعيط عليه نقول له خويا رانا محبوس الله يحفظك لا ما جي عتقني والله تيجي وانت والله ما تعقل عليك ونقدر نعيط عليك انت واخا يكون شي واحد صاحبك تسد عليه التليفون ونقدر نعيط عليك انت وتسد عليا. تهضر معاك اباش هذيك لا كاين واحد خايب كتلقى واحد خايب ما فيه ما يتشاف وكتلقاه كيتعامل مع الناس بواحد الطريقه مخيره وكتلقى واحد كيبان لك في الظهر ديالو راه طيب ومزيان ولكن واخاي الزبير شوف واخاي الزبير حنا تنشوفو الداخل تاع الانسان تاع الانسان ياك تشوفي الروح ديال الانسان داخل ديال الانسان كي دايره ما تنشوفش فيه انا هو كمثلي هو كيما بغى يكون تشوفو الداخل تاع الانسان صافي حيت ما عنديش بيه انا غرض حيت انا ماشي طامع فيه ولا باغي منه شي حاجه هو ربي بغى وحنا في قرطبه راه خصنا الطياره باش نوصلو لعندو ولكن كان يقاس نهار ناقشنا معاه النهار الاول وتكلمنا وهضرنا معاه وعرفنا عقليته وعرفنا شنو شتي انا اصلا من يلاه هضرت معاه اصلا هضرت معاه على الخاتم اللي داير راه هو باقي عاقل قلت ليه واش انت مسيحي قال لي واه واش ما كتشوفش في الخاتم ولكن ها انت شتي كان تيعطينا دابا امثله من الدين يعني راه ماشي يعني راه ماشي هو راه ماشي تيكفر وانما واحد نقولك واحد الحاجه شتي الا جيتي انت غا ولدك وبقيتي تعصيت 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 غادي يخرج عاصي ليك ولدك شتي ولدك الا كنتي كتضربو غادي يخرج عاصي ليك ولكن الا كنتي تتحتضنو وحدين فيه راه غادي تكون انت ما عرفتش شتي تبني عاصي ليك الزبير فين عايش هي النصيحه شوف النصيحه قالك نصيحه على رؤوس الخلائق فضيحه باش تنصح واحد خاصك تنصحو مثلا بواحد الطريقه اللي هي ولو ما كانت الظروف لا كان الانسان ما يتقبلهاش واخا طيب نصح كما قلتي واحد الهضره قلتي دابا قلتي انت راه شتي واحد عرفتي وانت حكم راسك راه غادي عقلك غادي يحكم عليك كيفاش داير ولا ما نحتاج عاد واحد زيد حاجه تقدم لي النصيحه هذه صافي نهضر معاك شوف انا زعما انا بزاف بعد المرات والله الا شوف الا كنطلع كنلقى مثلا شي وحدين هذا بعدا راه المهم كيما كان الحال راه شويه راه شي وحده اخرى والله كيمتحن واحد وكيدعم لهم دابا كيزيدو يدعمو كيزيدو يشجعو على داك الشيء وها الزبير فين عايش؟ نعم فين عايش؟ انا عايش في اسبانيا في الميريا اندلسيا واحد النهار كنت هناك بالتران ولا بالطوبيس لقيتي شو صوام اسبانيول ايه علاش كيحاسو تيتباوسو؟ شنو تيتباوسو جوج كوا تيتباوسو في الطوبيس شنو غادير؟ هادو جوج صبليون هادو؟ صبليون دابا انت مسلم لقيتي جوج صبليون تيتباوسو يعني واش غتقدم النصيحة ولا شوف انا باش نركب الطوبيس تركبت دير هاد التصاليب ودي خمس من التصاليب وهادي ست من التصاليب اوكي الا ما هضرتش عربيه باش ما تعرفوش عربيه انا تنقول لك انت ركبتي لقيتي جوج تلاوس شنو غادير؟ غادي غض البصر اصلا انا ما عندي ما نغسل غض البصر ديالي وما الا ما كان عندي بهم حتى علاقه اصلا هما ماشي العزيانه ديالي وانا اصلا باش نوصل لهم النصيحه خاصني نكون معاهم وعندي حاجه واش شدك كمل لي ثاني حاجه صوبيا سخليك معايا خليك معايا اسمعني عندك نص مايتي صح خويا سمير عندك نص مايتي عندك جنسيه لا ما عنديش اوكي لا عندي اوراق عادي سمعت تاخذ جنسيه مياس عندي اليمين وليتي تقول لها سليمه وليتي تقول لك تهضر معاها ما يوصلش هذا حكرتو عليه. علاش انا؟ لا اسمح
بلاتي بلاتي نخدم الكونيكسيون ديال التليفون عاد دير هذا لا ما على ضعيفه شويه بلاتي اوراس دابا مزيان كيفاش هضر مزيان ما سمعتش كان كيتقطع عليا الكونيكسيون ملي غتمشي تاتي اليمين الدستور النص مايتي تاتي اليمين على النص مايتي تاتي على هذا العالم نعم سبارك بانك انا تحترم العقليات وتحترم الاجناس وتحترم المثليين وتحترم القانون والدستور الاسباني لانه ما بين الدستور الاسباني انه تحترم المثليين اول الناس اوكي انت يعني تقول ما بغيتش نص مايتي حيت كانوا مثليين